لليوم الرابع على التوالي تستمر العملية العسكرية في تعزل فك الحصار عن المدينة وتحريرها من الميليشيات الانقلابية. وخلال الساعات الماضية تلقت عناصر الميليشيا ضربات موجعة على أيدي الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف العربي. هناك تقدمات في الجبهة الغربية، هناك تقدمات في الجبهة الشرقية، تم السيطرة على أبعار، تم السيطرة على صرمين، ونحن مستمرون في التقدم. لقنا العدو دروس قاسية. انتصارات جديدة يتحدث عنها أفراد الجيش والمقاومة تحققت تباعا عقب تلك التي جرت خلال الثلاثة الأيام المنصرمة، حيث تمكنت من تحرير مواقع مهمة منها تبت عريعر وتبت الشيكي شمالا وقرية الصرمين وأبعر العليا والسفلى شرقا، كما تمكنت قوات الجيش من قتل وأسر عدد من عناصر الميليشيا وتكبيدها خسائر في العتاد. تشهد تعز هذه الأيام معارك مستمرة من ثلاث أيام، نحن الآن في اليوم الرابع لهذه المعارك. توجت هذه المعارك بانتصارات في جبهات القتال المختلفة، في الضباب، في جبل الحبشي، في الدفاع الجوي. كان أبرز هذه الانتصارات في منطقة شرق تعز، شهدت انتصارات كبرى في الجيرات والصرمين وأبعر العليا وأبعر السفلى ومنطقة اللصب وصولا إلى حافة القعشة والسلال. هنا واحدة من الترتيبات العسكرية لتشكيلات أفراد الجيش الوطني تنطلق مع ساعات الفجر الأولى، حيث يواصل الأفراد عزمهم على تخليص المدينة من قبضة الميليشيات وفك الحصار عنها لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة. تصاعد حدة القتال في أغلب الجبهات حول الكثير من المناطق في مداخل المدينة وأطرافها إلى مسرح للعملية العسكرية، والذي يرى مراقبون أن استمراريتها بهذه الوتيرة وبإسناد التحالف العربي أمر سيعجل من تخليص المدينة من قبضة الميليشيات. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجهة الشرقية لمدينة تعز.